مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناه كمبوتر. انا مض، اليوم راح اعطيكم حل بسيط سريع وامن بنفس الوقت لمشكله بنواجهها كلنا، وهي مشكله البطء بالاونلاين جيمز او الالعاب اللي بتتطلب انترنت عشان نلعبها. قبل ما نحكي عن الحل، خلينا نفوت على جيم زي World of Warcraft ونشوف ادائها على خط انا شاركه حاليا من عمان الاردن. ما راح احكي اسم الشركه او نوع الخط لانه معظم اداء الخطوط عندنا بالمنطقه متشابه. ليش بتصير عندنا هاي المشكله كعرب؟ الاجابه بسيطه، لانه احنا بعاد عن السيرفرز اللي موجود عليها هاي الجيمز. عاده السيرفرز هاي بتكون بامريكا، باوروبا، باسيا الى اخره، فاحنا بعاد عنها. كيف بنقيس البطء او سرعه الخط معنا وادائه باللعبه؟ في شيء اسمه ليتنسي. ليتنسي اللي هي الوقت اللازم للداتا عشان تروح وترجع من السيرفر تبع اللعبة. أنا بدون ما أشوف الليتنسي هون حاسس شوي في بطء بالاستجابة بالجيم، يعني كبست السبل بس شوي أبطأ الاستجابة من الجيم. معظم الجيمز فيها بلت إن فيتشر اللي هو بورجينا كم الليتنسي، زي وورد أوف كرافت هون عندنا الليتنسي 245 ملي سكند، يعني تقريبا الداتا بدها ربع ثانية عشان تروح وترجع على السيرفر. ربع ثانية مبين إنها فترة قصيرة، بس ولكن هذا الوقت مش كويس، لا تستهينوا بالوقت هذا لأنه راح يخلي تجربه الجيم مش 100%، وخصوصا اذا كنت تنافس مع ناس ثانيين بي في بي او بي 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 اي للناس اللي بيعرفوا وورد اوف ووركرافت. اوكي، الحل هو برنامج اسمه ليتريكس ليتنسي فيكس. برنامج زي ما حكينا هو امن، تنزيله سهل ومجاني للجميع. نروح على البراوزر عشان ننزله، www.latrix.com اللي هو الموقع الرسمي للبرنامج. لان احنا معظمنا من مستخدمين ويندوز نستعمل، راح نكبس على ليتريكس ليتنسي فيكس 3. اذا كنا من مستخدمين لينوكس او ماكنتوش على ابل، شوفوا ريدمي فايل في طريقه ثانيه للتنزيل. هاي ليتريكس ليتنسي فيكس 3. قبل ما نعمل الداونلود من الداونلود سكشن، خلينا نشوف شوي كيف بيشتغل البرنامج. البرنامج ببساطه شديده يا جماعه بيزيد تردد الداتا اللي طالعه وراجعه من الجهاز على الجيم سيرفر، بياثر على النتورك كارد عندنا بطريقه امنه زي ما حكينا مش مشبوهه، وساعتها بيرتفع الاداء عندنا بجيمز منها وورلد اوف ووركرافت، وايلد ستار، هيروز اوف ذا ستورم، الدر سكرولز اون لاين، جيلد وورز 2، ديابلو 3، ستار وورز ذا اولد ريبابليك، ريفت، جيمز ثانيه كمان. من تجربتي الشخصيه جيمز زي ال او ال، ليج اوف ليجندز، اوفر واتش، حتى باتل فيلد بتتاثر، بس مش بكميه تاثير هاي الجيمز. هاي الجيمز التاثير عليها ملحوظ اكثر. طيب نرجع للداونلود، نكبس على فيرجن 3 داونلود زيب. رح نروح على صفحه ثانيه اللي هي wowinterface.com، صفحه امنه ما تخافوا منها. بنروح على الداونلود على اليمين ونكبس داونلود. زي ما تعلمنا فيديو سابق وطالع على الشاشه، دائما نستعمل داونلود مانجر عشان ننزل، ما نستخدم سنجل ثريد داونلود البلت ان بالويندوز عشان نستفيد من خدمه قدر الامكان. هاي ستارت داونلود، نزل عندي هاي الفايل على الديسكتوب. خلينا نعمل كلوز، مينيمايز للبيج او كلوز اذا بتحبوا. هاي الفايل نزل عندي، بدي اعمل له اكستراكت على فولدر انا محضره، هاي اكستراكت هير، وخلينا نشوف كيف بدنا ننزله. نفتح الفولدر، عندنا الفولدر واضح بسيط، فيهوش غير فايل واحد ممكن نكبس عليه اللي هو ليتريكس ليتنسي فيكس 3.03.exe. رح تطلع لنا هاي الويندو اللي هي زي ما حكيت بسيط الموضوع. يا اما بعطينا الستاتس، هو ستاتس حاليا نوت انستولد، وانستول اذا بدنا نعمل تنزيل. هاي انستول ببساطه نزل البرنامج صار انستولد. اذا بنحب نعمل له ريموف سواء حاليا او مرحله جايه نفس الشيء، نتبع الخطوات، نعمل له داونلود وبنعمل له ريموف. بس انا حاليا ما بدي اعمل له ريموف لانه بدي المشكله تنحل. اوكي خلص، مجرد ما نعمل كلوز لازم نعمل ريستارت للكمبيوتر او ريست للنتورك كارد. انا بفضل الريستارت حل امن. راح اعمل ريستارت وارجع اشغل وورد اوف كرافت ونشوف الاداء كيف صار. اوكي رجعت لكم بعد ما عملت ريستارت للكمبيوتر، خلينا نرجع نشغل وورد اوف كرافت ونشوف كيف الاداء تاثر. شيء جديد بالذكر بدي احكي، انه الناس اللي عندها خط الابلود تبعه عالي على الاغلب ما راح يلاقي فرق كبير بعد ما نزل هذا البرنامج، لانه خطه اوريدي بيكون كويس، يعني ما راح تكون عنده مشكله زي ما انا، زي ما انتم شايفين على الخط اللي انا شابك فيه حاليا. خلينا نرجع نشوف برضه، بس على الاغلب انا بمعظم الحالات 95% خلينا نحكي او اكثر، ما تاثر الكمبيوتر بتنزيل هذا البرنامج، يعني ما راح تنضر لو كان البرنامج نازل على كمبيوترك حتى لو مش حاسس بفرق الاداء، ممكن تحسه بحالات معينه. طيب هيني جوا الجيم، دخلت على الكومبات، ليتنسي بدها شوي لتطلع، خلينا نشوف. اوكي نشوف الثاني. زي ما احنا شايفين الليتنسي عندي 89 هوم و90 ملي سكند وورد، يعني تقريبا اقل من 10 ثانيه. بنحكي عن بوست بالاداء من 25 ل 30، من عفوا من 60 ل 70% بوست بالاداء. شيء كثير بفرق يا جماعه، يعني بيستاهل واحد ينزله.
اوكي، شكرا لكم على المتابعه، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم اعملوا له لايك سبسكرايب، ولا تنسوا تعملوا شير للقناه مع اصحابكم، واذا عندكم اي اسئله او ملاحظات حطوا لنا اياها بالكومنت سكشن، ما راح نقصر معكم لا انا ولا دارك سولز. نتمنى لكم جيمنج ممتع وسريع، ونشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. سلام.